السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عابر عامر، وخبر جديد حصري أول مرة تسمعوه. ياريت تتابعوني للنهاية ومتنسوش اللايك على الخبر عشان يوصل لكم كل الأخبار الجديدة. وفاة الفنان والطبيب سمير الملا وتشيع الجثمان بعد ظهر اليوم. خبر المعانا بيقول: رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان سمير الملا طبيب المخ والأعصاب الشهير، حسبما أكد نجله الدكتور محمد سمير الملا لليوم السابع. وأضاف الدكتور محمد سمير الملا أنه سيتم تشييع جثمان والده الراحل بعد ظهر اليوم الاثنين من مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 من أكتوبر. سمير الملا طبيب مخ وأعصاب شهير يهوى الفن، فاشترك في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، وكان يقوم بدور الطبيب في معظم أدواره. ومن المسلسلات التي اشترك بها مبروك جالك ولد عام 1978، ودموع في عيون وقحة عام 1980، رأفة 80، ورأفة الهجان عام 1990، والفرار من الحب عام 2000، واغتيال شمس عام 2010، ومن أفلامه الإرهاب عام 1989، وإيش البندق 1995، والتوربيني 2007. وآخر أعماله مسلسل صاحب السعادة بطولة الزعيم عادل إمام، ويشارك في بطولته النجم أحمد عيد ولبلبة وخالد زكي والنهال عنبر ومحمد إمام وأحمد حلاوة وإنجي وجدان وأمينة خليل وإدوارد، تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام، الله يرحمه ويحسن إليه. إلى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناة عابر عامر، وخبر جديد إن شاء الله استنوني وحصري أول مرة تسمعوه. فياريت التشجيع منكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يصلكم كل خبر جديد، وإلى اللقاء.